إلى أبعد من الحدود الفلسطينية اجتاح طوفان الأقصى، الاسم الذي أطلقته فصائل فلسطينية على عملية اختراق المستوطنات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا من قطاع غزة. اجتاحت إسرائيل بقدرتها العسكرية بالدبابات والطائرات أرواح مئات المدنيين ومبان، قالت إن عناصر الفصائل الفلسطينية تستخدمها في عملية الرد على اختراق الأمن الإسرائيلي وأسر عشرات المستوطنين وقتل وإصابة المئات في عملية حرب شوارع مستمرة في يومها الثاني. ومع دعوات عربية انطلقت فور تصاعد الأوضاع في الداخل الفلسطيني، دعا فيها زعماء وقادة دول عربية ومنها العراق إلى التهدئة والتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والتزام تل أبيب بالقرارات الدولية. مع تلك الدعوات كان الموقف الأمريكي الأكثر تداولا من حيث تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحذير أي جهة تقف إلى غزة في الأحداث الجارية، مع دعم مطلق للكيان الإسرائيلي. تصاعد الأوضاع أشعل فتيل هجمات متبادلة بين عناصر حزب الله اللبناني في الشمال الفلسطيني، كما شهد عملية قتل سائحين إسرائيليين في مصر، وهو ما أكده مراقبون، من حيث أن مفاجأة العملية التي لم تشهدها إسرائيل منذ عام 1973 بحسب مسؤولين في الكيان حركت مواقف غاضبة في بعض الدول على القصف الإسرائيلي لغزة، والذي دق جرس حرب برية قد تنطلق في أي لحظة على القطاع. تحذيرات عربية ودولية من تفاقم الأوضاع التي قد تؤدي إلى انهيار عملية السلام من جهة، وتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس من جهة أخرى.